صراحة طريقة تحضيرها هي بكل بساطة، طبقة البسكوت اللي هي البيس، بعدين بنحط طبقة كبيرة من نفسها الجبنة الكريمية مع البيض عشان تعطي القوام المثالي، وأكيد في سر بالوسط عشان هيك في كيكة بالوسط بتلاقوها إلى طريقة أو تكنيك معين. لكن قبل ما أبلش حط عليهم الصوصات ونشهيكم شوي، مو مشان شي مشان صحتكم. بدي أسألك يا ريم، شو أفضل صوص بالنسبة لك؟ أنا عندي هون أربع صوصات، موجود عندي البسكوف، موجود عندي الكراميل، وموجود عندي كمان شوكولاتة البندق والحليب المكثف، أي نوع بتفضلي أكثر؟ صراحة عجزتني يا شيف، يعني اختيار صعب. إيش رأيك أنت تختاري عزوءك؟ مو من شان شيء، من صان صحتي أكيد. طيب أنا صراحة اليوم بدنا نهتم بصحتكم، خلص لازم نضرب السعرات الحرارية شوي على فوق بمشان هيك لحنضيف شوي من احنا داخلين على عيد، خلينا ننبسط. أيوة هذا هو حلويات العيد بهذا الشكل، بيطلع مع جدا خرافي البسكوف صوص بهذا الشكل. شايفين على هالمنظر يا عيني؟ الله 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 يسامحك. بس طيب أما بالنسبة للقطعة الثانية فشو رح يعمل؟ رح ضيف عليها شوكولاتة النوتيلا مع الحليب المكثف المحلى بهذا الشكل. هذه فيها 7000 كالوري، هذه هي مشهيات على الصبح.